المقادير الشوربه اللي بنحطها على النار مش تاخد معانا وقت خالص. عندي ربع كيلو لحم متقطع راس عصفور متقطع صغير بالشكل ده، بصلايه مفرومه ناعمه، 2 معلقه كبيره صلصه، ملح، فلفل اسود، زيت، ورشه جوزه الطيب، 3 كوبايات ميه، وكوبايه لسان عصفور متحمر، وكزبره مفرومه وبقدونس مفروم، ونعناع جاف، وورق لورا. تمام. هقول مقادير مره كمان، ومقادير برضو على الشاشه. ربع كيلو لحم راس عصفور، بصله مفرومه ناعمه، 2 معلقه كبيره صلصه، ملح، فلفل، زيت، وعندي رشه جوزه الطيب، و3 كوبايات ميه، وكوبايه لسان عصفور محمر، وكزبره مفرومه وبقدونس مفروم، ونعناع جاف، ورق لورا. لحم الراس عصفور. لحم الراس عصفور دي يعني متقطع قطع صغيره كده زي راس العصفور. بالزبط. عشان بس ما يكون حد يفكر ان لحم راس عصفور لا دي يعني هيجيب راس العصفور وياخد لحم. لا، متقطع راس عصفور كده. ايوه، قطع صغيره كده زي قد راس العصفور يعني.